شيء يسر الخاطر يسر القلب. عملنا في بعض الأماكن دورة من 3 أيام لكن فيها فصول، يعني شرح المعاصي في عمدة الراغب مثلا، نعمل ساعتين أو ساعة ونصف استراحة، ثم ساعة ونصف يعني 6 ساعات في اليوم. الذي يعني هو يفرغ القلب يسر الخاطر أن هؤلاء يعني ما جاءوا إلا للدين، ما جاءوا إلا لتلقي علم الدين، واجتمعوا في هذا المكان الكبير الواسع. أحيانا هذا المكان لا يسع كل الداخلين جلوسا على الكراسي، فكان بعضهم برد شديد. رحم الله الشيخ عبد الله، سمعته يقول: ذقت ألم البرد في فرنسا، برد شديد سبحان الله في تلك النواحي، فبعضهن وبعضهم كانوا يجلسون على الأرض وحاملين الأجهزة، حين تصير الترجمة يكتبون، وكما يقال عندنا ترمي الإبرة تسمع رنتها، انصات، انتباه، التفات، لا يوجد تلهي، لا يوجد واحد يكلم الآخر. أنا أنظر إلى الحاضرين أحيانا في المسجد هنا، الله يبارك ببعض أحبابنا يحمل التليفون يديره على اللعبة وينزل تحت الكرسي برأسه ويلعب، والأولاد ينظرون إليه ونحن في الدرس، فهذا يضر بنفسه بهذا الفعل، لأنه قد يصل إلى سمعه شيء هو يظنه على خلاف ما هو عليه، وقد يوصل هذا بعض الناس إلى عدم المبالاة، إن هذا رجل يلعب أثناء الدرس ونحن نريد أن نلعب كمان، الأولاد الذين هم أصغر يقولون، فهذا شيء يفرح القلب. ويعني الدرس مقرر، تذكرت ساعة ونصف، أحيانا أستمر إلى الساعتين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يفرح القلب بهؤلاء، وبعضهم من أصول ليست مسلمة، أصولهم من غير المسلمين، جاءوا لأجل علم الدين. في بعض المناطق ذهبت إلى أمكنة، كان بعض الناس يأتون لحضور درس ساعة أو ساعة ونصف من بعد 500 كيلومتر في البرد الشديد الذي نحن فيه، عندهم رغبة في الدين، جاءوا ليتعلموا علم الدين. فأقول لهم أحيانا الدرس في برج أبي حيدر وبيروت متقاربة، بسطة، مربير، برج أبي حيدر، الظريف، طريق الجديدة، وكثير من أحبابنا لا يأتون، كثير من أحبابنا يدعون ولا يأتون. وبعض الناس ماذا أسمع منه يقول: ما قال لي أحد، أو ما دعاني أحد، أو زعلان من الحاج عبد مثلا، أو زعلان من الحاج غسان فلا يأتي. أنت يعني تخاصم نفسك، تعادي نفسك، أنت تريد علم الدين، لا تريد هذا الرجل في حد ذاته يعني، ولا هذا الرجل في حد ذاته، فيترك الخير ويبتعد من الخير لأجل شيء يكون أحيانا من أمور الدنيا. الله يصلحنا. إذا شخص تكلم عن مسلم بما يكره في غيبته وكان وحده في المنزل، هنا الحكم أنه إن ذكر اسمه وذكره بما يكره لا يجوز، كأن يقول مثلا عبد الرحمن منيمنة مثلا كذا وكذا، وذاك لا يرضى لا يجوز. لكن ليس كالغيبة التي تذكر أمام الناس، معصيتها أقل. أما إن ذكر شيئا عنه بلسانه دون ذكر اسمه ولا يوجد أحد يسمع وهو يريده وبما فيه، ليست معصية، كأن قال مثلا ما أثقله، كأن قال ما أثقله ولو باللغة العامية، هنا ليس عليه معصية. وبالأولى، انتبهوا، وبالأولى أنه ليس عليه معصية إن ذكر ذلك عنه في قلبه، ولو مع استحضار الاسم ليس فيه معصية، يعني قال في قلبه فلان ثقيل أو مزعج في قلبه، هذا ما فيه معصية. غيبة القلب التي ذكرها العلماء هي إساءة الظن بالمسلم، يعني أن يظن بالمسلم شيئا قبيحا من غير قرينة معتبرة في الشرع. عرفتوا شو يعني يظن؟ يعني يطلع فيه يقول بيظن هذا السارق، هذا اللص، هذا غشاش، من غير أي قرينة يظن به السوء، هذا لا يجوز، هذا حرام. وكذلك إذا كتبه، يعني كتب
عبد الرحمن منيمنة مثلا كذا وكذا مما يسوءه، لأن القلم أحد اللسانين للإنسان، فهذا لا يجوز، حرام. إذا شخص لجهله حكم على آخر بالكفر من سماع ذلك عنه من امرأة واحدة، لا يكفر لكن لا يجوز. يعني امرأة قالت لشخص فلان كفر، وفلان من المسلمين أصلا، فحكم عليه بالكفر بناء على قولها، حرام عليه ولا يكفر. إذا شخص نوى التيمم ولم ينوي استباحة الصلاة، يصح عند بعضهم إذا نوى هذه النية. التي تريد أن تمسح شعرها، كل شعرها، كما يعني شرح للشيخ رحمه الله، تبل يديها بالماء ثم تنزل بيديها ثم تعود مع قلب الشعر، يعني بالعكس تعود مع قلب الشعر، فهكذا تكون مسحت كل رأسها مع الشعر. مع شعرها الطويل، مع شعرها الذي طال، الذي هو نبت في رأسها، هو في عند الشعر لا يكون نبت في رأسها، وين بينتهي الرأس من وراء من خلف عند نقرة القفا، في شعر بينبت من تحت. احنا عم نتكلم يعني بين للشيخ رحمه الله بالتمثيل انه مع قلب الشعر وتعود هكذا بيديها، قال نعم هكذا هكذا تفعل. هذه التي ارادت ان تمسح الكل. كيف كان نكاح المتعة الذي كان جائزا؟ بالاتفاق بين رجل وامرأة على ان تمتعه بنفسها الى مدة معينة. بلا شهود؟ بلا شهود. ما هو ما كان في لا مهر ولا شهود ولا طلاق، بانتهاء المدة ينتهي. فيعني يدل على تحريمه، يدل على تحريمه أن الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويدل على تحريمه وجود ذكر المهر في القرآن الكريم وفي كلام الرسول، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن يعني المهور، نحلة يعني عطية تعطى للمرأة التي تزوجت. ويدل عليه أحكام الطلاق أيضا، لأن هناك ما في طلاق، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل هذه الأمور والعدة، كمان هذاك ما كان فيها عدة، تدل أيضا على تأكيد تحريم نكاح المتعة. وذكر الفقهاء أنه لم يكن فيه شهود، وأكيد لم يكن فيه ولي، إنما هو بين رجل وامرأة كان يحصل. الآن حرم بالنص الحديثي التحريم المؤبد هذا النكاح. بارك الله فيك.